مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو كور؟ ما هي ميزات كور؟ ما هو كور؟ هو إطار عمل بلوكشين 3، يركز على قابلية التشغيل البيني والتوسع وسهولة الاستخدام والخصوصية. ما هي ميزات كور؟ يوفر كور مزايا تتفوق على البلوكشين الموجودة والقديمة، مثل التجزئة وإنشاء بلوكشين المبسط وتنفيذها. تقدم كور مجموعة متنوعة من الاحتمالات في مجال بلوكشين نظراً لتقسيمها وإمكانية التشغيل البيني. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.